في إطار خطة تنمية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدأت مصر خططا للتخلص من المخلفات البلاستيكية وتوزيع بدائل لها حفاظا على البيئة. وقال وزير البيئة خالد فهمي إن الهدف من المشروع هو الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة فقط. الأساسي منها هو بدء التوعية بضرورة إن احنا نهجر استخدام الأكياس البلاستيكية اللي ضررها البيئي البالغ على الصحة وعلى الأنواع الحياتية، ولكن احنا مش عايزين نعمل الكلام ده. في بلاد تانية عملتها بالقانون، لكن انا بنتوقع ان احنا بنقدم منظومة جديدة للقمامة دلوقتي، بنبدأ نطبقها او يعني بنتخيل ان ده احسن وقت ان احنا نقدم عناصر جديدة لمعالجة القمامة ولإدارة القمامة ودور المواطن ان هو يساعدنا في دي.